ثانيا أن أنوه باختياركم لهذا الموضوع لما يكتسيه من أهمية بالغة اعتبارا لمفهوم الثقافة من دلالات وما للمجلات من مكانة في تجسيد التواصل وإيصال المعرفة. لمفهوم الثقافة أهمية من عدة جوانب، فللثقافة أهمية تاريخية قبل كل شيء، نظرا لكون الشعوب العريقة في الحضارة والتواجد التاريخي ترتكز أساسا على حفاظها على ثقافتها وأصالتها وهويتها الخاصة التي قد تميزها عن الشعوب الأخرى. وقد يمكن اعتبار المغرب من هذه الفئة نظرا لما لمكونات الثقافية ولعناصرها من جذور قديمة ومتأصلة في تاريخ الدولة المغربية. الشعوب من العناصر التي تدل على مدى رقيها في الحضارة وعلى مدى تقدمها الاقتصادي ومدى أهمية علاقته بالآخرين. فكل ما تأصلت عناصر الحضارة في الشعوب والمجموعات البشرية وارتكزت على أسس ثقافية متينة، كل ما صار التعامل بين الأفراد ومختلف فئات المجتمع تعامل تعاون وتكامل وانسجام. وكل ما انعدمت أصالة الحضارة في الشعوب والقيم المتأصلة في المجتمعات البشرية، كل ما أصبحت العلاقات بين الأفراد والمجتمعات يسودها التعارض والتطاعن والهيمنة. لهذا يمكن القول أن الثقافة قبل كل شيء تصرف فردي وجماعي يرتكز أساساً على مدى الحفاظ على عناصر ومكونات الحضارة التي يختص بها كل شعب أو كل مجتمع على حدة. من هذا المنطلق تكمن كذلك الأهمية السياسية للثقافة، فالثقافة هي كذلك من المجالات التي تدل على مدى رقي المجتمعات والشعوب من الوجهة السياسية وعلى مدى وعيها وتشبعها بالقيم الديمقراطية وتنظيم علاقة الحكام بالمحكومين ومدى أهمية الاعتبار الذي يكن للأفراد والمجموعات المتميزة. فالثقافة هي كذلك في هذا الباب تصرف يرتكز على مدى احترام الفرد للآخرين، على مدى احترام الفرد لرأي الآخر، على مدى العمل والتعامل في إطار الحوار البناء والمقنع، وبصفة عامة على مدى احترام والاقتناع بكرامة الإنسان. من هذا المنطلق يمكن أن نتساءل على مدى أهمية وسائل الاتصال والتواصل ودورها في العمل الثقافي أو الحقل الثقافي. فبالموازاة مع تنوع وتشعب المجال الثقافي الذي قد يشمل عامة كل ما يتعلق بالفكر والإبداع انطلاقا من العمل الحرفي على سبيل المثال إلى الابتكارات التقنية المتطورة مرورا بالإبداعات الفنية كالشعر والرسم والمسرح والطرب والموسيقى إلى آخره. فبالموازاة مع هذا التنوع أصبحت هذه الوسائل متنوعة ومتشعبة. فالمجلات لم تبقى اليوم منحصرة في الكتاب والمجلة والصحيفة والجريدة، بل أصبحت هي كذلك ترتكز على استعمال وسائل جديدة كالمجلة المرئية المسموعة، إذ أصبح التعبير الشفوي ووسائل الاتصال الحديثة الأخرى
من حاسوب ومعلوميات من أهم مكونات المجال الثقافي. وإذا كان لدور هذه الوسائل الحديثة أهمية بالنسبة للثقافة، لأنه يساعد على نشرها وعلى الحفاظ عليها، فإن له كذلك جانب من الجوانب السلبية يجب إيجاد صيغة للتعامل معه، ولا سيما في إطار ما نسميه اليوم عولمة الفكر والثقافة. فإذا كانت القرون الفارطة قد امتازت بما سمي بغزو حضاري واقتصادي وسياسي للشعوب المستضعفة في إطار الحركة الاستعمارية التي عرفها العالم خلال القرون الفارطة، فليس من المستبعد أن تصبح اليوم أن هذه الوسائل تلعب دور الغزو الثقافي من خلال ما نسميه عولمة الإعلام وعولمة الفكر والملكية الفكرية وعولمة الثقافة. فكيف يمكن إذن أن تسترجع المجلات المكتوبة مكانتها ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى خصوصية المجتمعات المتميزة؟ هذه من اللقط التي يمكن لمائدتكم أن تعالجها وتجيب على تساؤلتها، وإذ أتمنى لأشغالكم النجاح الكامل. أشكركم على انتباهكم. شكرا للسيد عن جامعة المولى إسماعيل، والكلمة الآن للسيد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس. شكرا. سيادة العميد المحترم، زملاء الأساتذة، معشر الطلاب الباحثين، أيها الحضور الكريم، ونعمتم صباحا ومرحبا بكم جميعا في فضاء الثقافة والفكر برحاب هذه الكلية. اسمحوا لي في البداية أن أعترف لكم بما يخامرني من شعور بالسعادة كلما بادرت جمعية الباحثين الشباب في هذه الكلية بتنظيم تظاهرة ثقافية وعلمية، لأنني أعرف مسبقاً أنها ستكون تظاهرة ناجحة لما يتميز به أعضاؤها من جدية كبيرة واتساع أفق يجعلان العمل العلمي والثقافي ومصلحة الكلية والجمعية فوق كل اعتبار ذاتي أو غيره. لهذا لا يسعني صادقاً إلا أن أهنئ الجمعية على اختيار محور هذا اليوم الدراسي، كما سبق أن ذكر ذلك السيد العميد، هذا المحور الذي يعد محوراً شائكاً وطريفاً، ألا وهو موضوع المجلات الثقافية بالمغرب، لا سيما أنه يشكل امتداداً ذكياً لمطارحة لقاء السنة الفارطة حول الكاتب الناشر. وكيف لا يحتاج منا هذا الموضوع إلى مثل هذه الوقفة الهادئة المتأملة، ونحن نعرف الخدمات الجليلة التي قدمتها المجلات الثقافية المغربية لبلادنا في أصعب الظروف وأدقها قبل الاستقلال وبعدها. ويكفي المجلات المغربية أنها ظلت تحركها طاقات فكرية وإبداعية خلاقة، توجهها قوة مشروع فكري ثقافي صغيرا كان أو كبيرا يهفو إلى تغيير قيم فكرية ثقافية إبداعية وإحلال قيم أخرى محلها، أو الدفاع عن قيم في حاجة إلى الإنصاف، أو الدعوة إلى الطريق القويم الذي قد يكون طاله انحراف. وإني لا أعتقد أن الحديث عن المجلات الثقافية في المغرب ليس مجرد حديث عن منتوج تجاري وصناعي محض يتطلب تدبيرا ماليا رشيدا وتقنية حديثة وخبرة عالية، وإنما هو الانصات لنبض روح الفاعلية الإنسانية التي لا تفتر. لهذا ما كان موضوعكم اليوم يكتسي أهمية فقط من حيث كون المجلات وسيلة ناجعة لنشر الثقافة وتسهيل التحول. الواسع والتفاهم بين المثقفين، وإنما أيضا وهذا هو الأهم، من حيث كونها في غالب الأحيان تكريسا لأخلاق التعايش والتسامح تحت سقف واحد هو ثقافة الاختلاف.
ودفاعا عن حرية لا تقبل التجزيد، تجنبا لتحكم الصوت الثقافي الواحد الذي ينتج حتما تنميطا في النشر طالما يترك انطباعا لدى بعض الفئات باستحكام القارئ والهامشية. أيها الحضور الكريم، إني لا أشك في كون هذه الندوة ستسمح للمشاركين بتوصيف أصناف من مشاكل المجلات المغربية من خلال التجارب التي عرفتها بلادنا منذ فجر الاستقلال إلى الآن، مثلما ستسمح بالتحلي بجرأة المكاشفة بغية الالتفات إلى ما تعاني منه المجلات المغربية من قصر العمر لدرجة أن بعضها يموت في المهد ولما يتجاوز العدد الأول أو الثاني، وما يرتبط بهذا كله من مشاكل التمويل وضعف القراءة وتضاؤل دعم المثقفين والحصار سنة الوضيح سيحفزكم بتأكيد على استشراف الآفاق من خلال توصيات مسؤولة أو مجرد إشارات حكيمة إلى ضرورة ترويض النفس كي يمتد أكثر والتفكير في ضمان وسائل جديدة للتمويل وتيسيره وبحث ابتكار طرق أخرى لتشجيع القراءة. أيها الحضور الكريم، إني إذ أتمنى النجاح والتوفيق لندوتكم هذه، فإني أرجو أن تهتم الجمعية في أنشطتها القادمة بمساءلة العمل الثقافي والعلمي في مثل هذا الإطار وطرح أسئلة من قبيل أية فائدة ترجى من وراء مثل هذه الأنشطة والتظاهرات؟ ما هي أهدافها الممكنة التي نبتغي بلوغها؟ هل يمكن تغيير صيغتها الراهنة ضمانا لمردودية أفضل؟ وما هي الخطوات والوسائل التي يتطلبها هذا التغيير؟ هذه أسئلة لا أريد أن تنشغلوا بها كثيرا في هذه الندوة. بقدر ما أرجو استحضارها تلقائيا فيما أنتم تسائلون موضوعكم هذا بنفس الصيغة التنظيمية التي اعتدنا عليها، فلعل ذلك خير داع للتفكير في البديل المقبل. وختاما لا يفوتني أن أشكر كل من وضع زهرة عطرة أو مجرد غصن في مزهرية جمعية باحثين الشباب، وأخص بالذكر السادة الأساتذة المشاركين على مساندتهم لنا دائما، مكبرا فيهم إصرارهم على إنجاح تظاهراتنا العلمية والثقافية، مما يجعلنا أكثر تطلعا للمستقبل وأكثر تطلبا لما نفكر في تحقيقه من برامج إشعاعية. كما أشكر كافة أعضاء اللجنة المنظمة على سهرهم وتعبهم من أجل توفير هذا الجو الثقافي الحافل، فلولاهم لما أتيح لنا هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد قيدون كلية الآداب والعلوم الإنسانية من كناس، وننتقل الآن إلى كلمة الجمعية المنظمة ويلقيها الأخ عبد الرزاق العدلاني. شكرا للسيد الرئيس، السيد عميد جامعة مولاي إسماعيل، السيد قيدون كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السادة الأساتذة، أخواتي الطالبات، إخواني الطلبة. مرة أخرى نلتقي بحلقة من حلقات سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها جمعية الباحثين الشباب في اللغة والآداب، وإنها لفرصة لتجديد علاقتنا بالسؤال الثقافي من خلال موضوع ظل الحديث عنه مؤجلا أو خجولا في جداول أعمال الكثير من الرئات الثقافية الوطنية. إنه موضوع المجلات الثقافية بالمغرب الحصيلة والآفاق، نحيينه ونعيد صياغة أسئلته، ونحن ندرك أن المغرب يقف على عتبات زمن العولمة وثورة المعلومات في عهد مجتمعات المعرفة والإعلام. فتحت سطوة تكنولوجيا الاتصال وفي تأرجح بين الهيبة والرغبة، من وفي القادم المجهول نجتمع اليوم لنتساءل كيف يتسنى لمسار تجربة المجلات الثقافية في المغرب؟ كيف يتسنى لنا مراجعة حصيلة هذه التجربة الممتدة على مدى قرن أو أقل بقليل من الزمن؟ تجربة من سماتها التنوع والغنى والمفارقات، حيث ظلت المجلة تطلع بدورها كأداة للتوصيل والإبلاغ ولتنظيم الحقل الثقافي وترويج أنماط الخطاب المختلفة. كيف ساهمت المجلة
الإنترنت والفضائيات وكل ما يخطر ولا يخطر على البال من أدوات نشر وتوزيع وتيسير المعرفة. ما هي يا ترى أسئلة المستقبل بالنسبة لهذا المكون الحيوي في نسيج مشهدنا الثقافي في ضوء ما جد ويستجد في ميدان التواصل العالمي، وما له من انعكاسات على وتيرة الفعل الثقافي في الحقل المعرفي الوطني؟ ذلكم غيض من فيض الأسئلة التي لازمت تفكير أعضاء الجمعية وهم يعدون لهذا اللقاء الذي يراد له أن يكون وقفة تأملية عميقة مع نهاية القرن العشرين في جانب من التراكم الحاصل في مكون أساسي من مكونات المشهد الثقافي الوطني، وهي فرصة لإعادة تثبيت الخطوات وتسجيل المكتسبات وترسيم إشارات المستقبل. أيها الحضور الكريم، إن كل حديث عن المجلة يقترن بمجموعة من العناصر التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الكيان الرمزي المادي التجاري القانوني المؤسسي الذاتي والموضوعي. فهنالك المجلة الثقافية العامة، وهنالك المجلة المتخصصة، هنالك المجلة العلمية والمجلة الأدبية، وهنالك مسألة التوجه أو الاختيار العلمي والحزبي والسياسي والحضاري الذي تنهجه هذه المجلة أو تلك. هناك مشاكل التمويل وما يرتبط بها من حيثيات الاستقلالية أو التبعية، وهناك مشكل الانتظامية في الصدور وتحديات الاستمرارية والقدرة على التطور ومواكبة مقتضيات التجديد. هناك مشكل التوزيع والقدرة على الانتشار ومسألة القراءة والقراء وما يتفرع عنها من قضايا القدرة الشرائية لدى المستهلكين. وهنالك المجلة المحدودة الهدف التي تنشأ لإنجاز مشروع محدد في الزمن والمكان، والمجلة ذات المشروع الممتد في غير زمان ومكان. هنالك المجلة التي تأتي كجواب على مرحلة أو حاجة ملحة. هنالك وهنالك وهنالك. أيها الحضور الكريم، ليس للقائنا اليوم من هدف سوى تطارح كل هذه القضايا وغيرها بما تنطوي عليه من أبعاد وحيثيات تاريخية وسوسيوثقافية معرفية ومؤسسية ظرفية واستراتيجية. وإذا كانت جمعية الباحثين الشباب في اللغة والآداب قد اختارت هذا الخط في طرح القضايا الشائكة في حقلنا الثقافي المغربي، فإنها جمعية حددت لنفسها بوضوح مجموعة من الأهداف يتمثل أبرزها في تجميع وصهر وطرح أهم أسئلة المشهد الثقافي الوطني، جعل السؤال الثقافي مدخلاً لكسر طوق المحلية الثقافية، الحفر في قضايا الهامش الثقافي والمسكوت عنه، مد جسور الحوار بين أجيال الأساتذة والطلبة والباحثين ومجموع المثقفين، تخليق المناخ الثقافي في رحاب الكلية والجامعة، وترسيخ التفاعل إيجاباً مع مبادرات الشعب في مختلف مجالات التنشيط الثقافي، العمل باستمرار على بلورة وإبراز شخصية الباحث الشاب بما هو علامة دالة على إنتاجية المؤسسة الجامعية وبرهان حي على استمرارية وحوارية الدرس الجامعي مع الأفق المعرفي المفتوح. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نرجو لمائدتنا المستديرة هذه موفور النجاح، ونشكر ضيوفنا الذين تجشموا مشاق السفر لمشاركتنا في هذا اللقاء الحميمي المشتهر. كما لا نترك هذه الفرصة تمر دون توجيه جزيل الشكر لكل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل الثقافي المتواضع، ونخص بالذكر الأستاذان المحترمان السيد عميد جامعة مولاي إسماعيل والسيد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ولا ننسى في هذا المقام أن الكثير من تفاصيل الإعداد العملي لهذه الجلسة وما يوازيها من معرض. والسلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أن أذكر في هذه الجلسة ببرنامج هذا الصباح، فبعد هذه الجلسة الافتتاحية سوف نلتقي مع الجلسة الأولى، وهي جلسة شهادات وأبحاث بمشاركة مجموعة من الأساتذة الأجلاء الذين لبثوا دعوة الجمعية مشكورين، ومنهم الأستاذ الدكتور حميد الحميداني والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيدان
والأستاذ المبدع عبد الكريم برشيد والأستاذ محمد زهير والأستاذ أحمد لطف الله. وقبل أن ننتقل إلى هذه الجلسة أود مرة أخرى باسم الجمعية أشكر السيد عميد جامعة المولى إسماعيل والسيد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإسلامية بمكناس على دعمهما المادي والمعنوي لنشاط الجمعية وعلى تجاوبهما مع طموحات هذه الجمعية ومع تطلعات الأعضاء المنشغلين والمشتغلين بداخلها. بعد هذه الجلسة أدعوكم إلى زيارة المعرض الوثائقي للمجلات الثقافية بالمغرب والذي تنظمه الجمعية بعد هذه الجلسة. وشكرا لكم مرة أخرى وشكرا للحضور على تجاوبه مع مباشرة بالموضوع انطلاقا من كونهم خاضوا تجارب في إنجاز وفي إضاعة وفي المشاركة في تحرير مجلات ثقافية كان لها دورها الأساسي في الحق الثقافي في المغرب. سوف أبدأ بالمداخلة الأولى الأستاذ الدكتور حميد الحميداني الذي سوف يقدم شهادة في تجربة مجلتي دراسات أدبية ولسانية ثم مجلة دراسات سيميائية أدبية ولسانية. أستاذ الدكتور حميد الحميداني أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، ناقد روائي وباحث مهتم بمجال الرواية
وبمجالات الممارسة الأدبية بشكل عام. سوف يقدم شهادة انطلاقا من التجربة التي سبق له أن خاضها انطلاقا من مجلتي دراسات أدبية ولسانية ودراسات سيميائية أدبية ولسانية فليتفضل مشكورا. شكرا للسيد حسن يوسفي رئيس جمعية الباحثين الشباب على هذه الدعوة، وأنا أكبر فيهم هذا الحماس المنقطع النظير الذي لا شك أنه سيفيد الثقافة ويسمح بتقويم التجارب السابقة وتضارب الأخطاء. الواقع أن الجمع بين في الكلام بين مجلتي دراسات سيميائية أدبية لسانية ودراسات أدبية ولسانية يرجع إلى أن التجربتين لا تنفصلان أبدا، فهما مشروع واحد انطلق وتوقف في شكل عنوان أول ثم استمر في عنوان آخر بحكم الظروف، ولذلك فمشروع هذه الانطلاقة كان في صدور العدد الأول وخاصة في بالنسبة لمجلة دراسات دال يعني أدبية ولسانية سنة 1985، وبالرجوع إلى حصيلة المجلات الثقافية السابقة على هذا المشروع التي قدمت في نظري أيضا خدمة كبيرة للفكر المغربي على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها الثقافية والسياسية أيضا، فإننا يمكن أن نسجل تلاحم مشارب ثقافية متعددة على صعيد واحد في هذه المجلات السابقة، وحتى المجلات التي أولت اهتماما خاصا بالأدب كانت لا ترى مانعا من معالجة قضايا ثقافية وسياسية أخرى. كان هذا الانفتاح إذن هو ما كان يطبع التجارب السابقة والتعددية، وقد كانت المرحلة الزمنية تقتضي ذلك في جميع المجالات. ومع بداية الثمانينات وبالنظر إلى ما حصل، وأنا أتحدث الآن عن الظروف التي خلقت ظهور مجلتين متخصصتين في الآداب واللسانيات والسيميائيات، هذه المرحلة الزمنية كانت تقتضي ذلك في جميع المجالات، ولكن مع بداية الثمانينات وبالنظر إلى ما حصل في هذا الصدد من تطور ملحوظ في الثقافة المغربية وما واكب ذلك أيضا من تطور على مستوى تعدد المراكز العلمية والجامعات، تولدت فكرة إنشاء مجلة أدبية ولسانية متخصصة. ولا شك أن توسع قاعدة القراء أيضا في كل قطاع ثقافي على حدة لعب دورا كبيرا في ميلاد فكرة إنشاء المجلتين بما في ذلك أيضا مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية. وليس من الغريب أن يكون هذا المشروع قد احتضن من قبل الشباب الباحثين الذين التحقوا بالجامعة، ولم تكن في نظري فكرة التخصص التي تحدثت عنها مفهومة في ذلك الوقت مع ذلك بصورة ضيقة. فمن خلال تصفح الأعداد الأولى مثلا لمجلة دال على سبيل المثال سنجد الحديث الكلام عن الحديث إلى جانب الكلام عن القديم، والكلام عن الأدب إلى جانب اللغة واللسانيات، والبلاغة إلى جانب الأسلوبية والتحليل السيميوطي. هذه التجربة أيضا كانت مفتوحة كسابقاتها
إلا أنها مع ذلك كانت شعل البحث العلمي همها الأول، بمعنى أنها كانت تريد أن تحافظ مع ذلك على طابعها الأكاديمي. هذا هو الإطار الذي تولدت فيه حقه مجلة دراسات سال أيضا، التي ظهر أول عدد من أعدادها في خريف سنة 1987، أي بعد سنتين من تجربة دال. لقد حافظت هذه المجلة على المسار السابق وطورته مع مزيد من الانفتاح على مجالات أخرى وخاصة المجال المنطقي، وعززت مسارها العلمي بالمنشورات العلمية التي كانت تصدرها بموازاة أعداد المجلة، كما حافظت على علاقتها الدائمة بشرائح المثقفين والباحثين بمختلف توجهاتهم العلمية. وكان المقياس الوحيد الذي يطبق في مجال النشر هو القيمة العلمية للأعمال ومدى تقديمها لعناصر بحث جديدة تساهم في رفع مستوى البحث العلمي في بلادنا. وقد حظيت المجلتان معا باهتمام القراء في الداخل والخارج، وخاصة في الجانب الشرقي من العالم العربي، وباستعراض الموضوعات الأساسية التي شكلت محاور الدراسات والمقالات المنشورة يتبين اتساع المجال العلمي الذي كانت المجلتان تحتضنه في مشروعهما. فهناك إلى جانب السيميائيات هناك الشعرية، وهناك نظرية الحكي وتاريخ اللغة العربية واللسانيات والبنيوية كمنهج، والمناهج النقدية عموما، وتحليل النصوص الشعرية والسردية والمسرحية والمفاهيم والمصطلحات وفلسفة اللغة وقضايا نظرية الأدب، ثم دراسات معجمية وبيبليوغرافية. هذا فضلا عن الحوارات التي أجرتها المجلتان مع بعض أقطاب الأدب والنقد واللغة والمنطق في المغرب وتونس والشرق العربي، كما حرصت المجلتان على مواكبة أهم الإصدارات العلمية في شتى التخصصات، سواء بتقديمها للقارئ أم بالإعلان عن صدورها على صفحاتها. كانت مجلة دراسات سيميائية أدبية ولسانية للمشروع الثاني مدرسة حقيقية، أولا بالنسبة لمن أسسوها، وثانيا بالنسبة للباحثين الشباب الذين ساهمت المجلة في منحهم فرصة ممارسة البحث ونشره على عموم القراء، كما كانت وسيلة مباشرة للنهوض بتطوير البحث العلمي والمساهمة في تدعيم تكوين الطلبة الجامعيين، وبإصدارها لمنشورات موازية ساهمت في حركة النشر الفتية في المغرب بمجهودها المتوافر. إن جميع المشاريع ذات الطابع العلمي لابد طبعا أن تواجه ببعض المشاكل والصعوبات، وفي مقدمتها مشكل التمويل. ففي اعتقادي أن مثل هذه المجلات ذات الطابع الأكاديمي، وهذا بحكم تجربتي، ينبغي دائما أن تكون محتضنة من قبل المؤسسات العلمية أو الوزارات المعنية، لأن المجهودات الفردية لا تستطيع أبداً أن تسد العجز الحاصل في التمويل، والعجز الدائم يعني منذ أن يفكر الإنسان في مشروع ثقافي علمي بهذه الصورة الأكاديمية، فينبغي أن يتوقع أنه سوف يقف عاجزاً في بعد العدد الثالث أو الرابع، لأنه ينبغي أن يمول كل عدد ولا ينتظر حتى يرد له العدد السابق مرجوعاته، وإلا لتوقفت المجلة، وسوف يجد نفسه في نهاية الأمر يصرف من قوت أولاده. هذا خذوها مني كلام صحيح فيما يتعلق بالمجلات الأكاديمية. قلت لأن المجهودات الفردية لا تستطيع أن تسد العجز في التمويل إلا إذا كانت كان ذلك على حساب الحاجيات الخاصة. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أشير إلى العقبة الثانية، وهي مشكل التوزيع الذي يستهلك في المغرب خاصة وحده الآن قرابة 50% من ثمن الغلاف، علما بأن اللجوء للقيام بالتوزيع الذاتي، وهذه تجربة
مارسناها ومارسها ولا يزال يمارسها من يصدرون المجلات الثقافية الأكاديمية أنهم يوزعون توزيعا ذاتيا. هذا التوزيع وحده الآن يعني اعترض الأصدقاء وغيرهم طبعا لا يضمن مهما كانت التضحية تغطية الأماكن البعيدة من الوطن، وهو ما يفقد الأمل في بقاء هذا النوع من المجلات غير الإشهارية. وهنا أحيي جميع الإخوة أصحاب المجلات الممثلة على صمودهم الذين لا زالوا مستمرين في عملهم، على صمودهم وتفانيهم وتضحيتهم من أجل الحفاظ على استمرار صدورهم. فأنا أعرف جيدا ما معنى مسؤولية إصدار مجلة علمية وكم يلزم لإخراج عدد واحد منها من ساعات العمل المزني بما يرافق ذلك من سهر الليالي والتضحية بضوء البصر. وإذا كانت مشكلة التوزيع مطروحة بحدة كما قلت بالنسبة للداخل، فإن الحديث عن التواصل مع العالم العربي في هذا الإطار يعتبر معضلة حقيقية، لأنه لا سبيل إلى توزيع الكتاب والمجلة المغربيين عموما في البلاد العربية، وهذه مشكلة يواجهها جميع الناشرين في المغرب. ومع ذلك وأنا أذكر هذا للتاريخ، فإن إشعاع مجلة دراسات سال وقبلها مجلة دراسات دال وصل إلى جميع الأقطار العربية عن طريق إرسال نسخ إما من المجلة أو من الأصدقاء أو تبادل إلى آخره، ولكن الأصداء تصل والمجلة متداولة في الشرق. نحن لا نعرف كيف أصبحت متداولة في الشرق. لقد كنا نلتقي أو نتلقى كثيرا من المراسلات التي تشيد بالجهود الذي كان يبذل في هذين المنبرين، ونحن نجد الآن كثيرا من الدراسات الأكاديمية في الشرق وفي المغرب وفي العالم العربي وفي أوروبا تحيل على المقالات والأبحاث والدراسات الواردة فيهما وتعتبرهما مصدرين أساسيين من مصادرها، مما يؤكد أنهما قامتا بدورهما التاريخي في مجال النهضة الثقافية العربية. الحديث مع ذلك عن تجربتي دراسات دال وسال يستدعي في الواقع تقويم مساهمتهما في تنشيط الثقافة والبحث العلمي في بلادنا خلال فترة صدورهما التي امتدت من سنة 85 إلى سنة 92. لذا يمكن الحديث عن مجالات الإسهامات التالية: أولا، تعزيز الدراسات الأدبية بالخلفية اللسانية. كانت الفترة التي ظهرت فيها مجلة دراسات سال ودال قد شهدت في المغرب والعالم العربي تطورا ملحوظا في الدراسات اللسانية، وذلك بفضل تعزيز أواصر الاتصال بالثقافة الغربية الفرنسية والأندلوساكسونية، ونظرا للنتائج التي حصلت بفضل تدخل اللسانيات في معظم العلوم الإنسانية ومنها الأدب والنقد الأدبي وما صاحب كل ذلك من تأثير الاتجاه الكيوي والدراسة النصية، فإن العالم العربي شهد محاولات عديدة للإسهام في هذا التحول العلمي الواسع النطاق، وهذا ما يفسر حدوث نهضة حقيقية في مجال المناهج والتأملات النظرية. وقد جسدت المجلتان هذه النهضة وكانت معا مظهرا من مظاهرها في المغرب على الأقل إلى جانب المجلات الأخرى، لذلك كان من الضروري أن يلتقي الهم اللساني على صفحتهما مع الهم الأدبي والبنيوي والسيميوتيكي. وإذا كانت اللسانيات قد أمدت الدراسات الأدبية في المقالات المنشورة بالوضوح النظري اللازم، فإن اللسانيات نفسها قد وجدت في التطبيقات على النصوص الإبداعية العربية ما يعزز توجهها الجديد في الغرب، حيث لم تعد علما خاصا بالجملة وإنما تحولت إلى لسانيات للخطاب في شتى صوره. ثانيا، تعزيز الدراسات الأدبية بالمنطق. فسحت المجلتان معا عددهما لجميع المقالات ذات البعد العلمي الرصين، بما في ذلك المقالات المنطقية لإيمانهما بأن الدراسات الأدبية والسيميائية واللسانية لا يمكن أن تستغني عن الخلفية المنطقية. غني بالنقاش العلمي الذي يعرف
يعطي مكانة للفكر ولقواعد التفكير والتحليل. هكذا وجدنا في دراسات دان مثلا حديثا عن الإقناع والمغالطة وعن المنطق والحكي، كما وجدنا في دراسات سان حوارا بناء بين اللسانيات والمنطق والفلسفة وبحثا في الإقناع والشعر، إلى غير ذلك من الحوارات العلمية التي وجهها هاجس الدقة والحرص على الموضوع. ثالثا الارتباط بالموروث الثقافي العربي، كان من المبادئ الراسخة لمجلتي دراسات دال وسال على السواء أن الانفتاح على الدراسات الحديثة والمعاصرة لا يعني بأي حال من الأحوال قطع الصلة مع الموروث الثقافي العربي. فالنهضة الفكرية لا يمكن أن تبنى بطريقة اصطناعية، فلا بد من الاستيعاب وتمثل الرصيد الثقافي السابق الذي يحق الافتخار به لأنه غني ودائم العطاء، وأقصد بذلك الرصيد الثقافي العربي. في هذا السياق نشرت المجلتان أبحاثا في الشعر القديم والعروض واللغة والبلاغة والصوتيات القديمة، واهتمت بانتقاء بعض النصوص ذات الدلالة العميقة عند كبار رجال الفكر العرب. وكان لمجلة دراسات سال لقاء مع الدكتور عبد الله الطيب باعتباره ممثلا لنموذج الثقافة الأدبية الموسوعية العربية، مثلما كان للمجلتين معا لقاء مع أدباء ونقاد مغاربة وعرب في شتى مجالات الإبداع والمناهج والفكر. النقطة الأخيرة من الإسهامات التي شاركت فيها المجلتان تنويع البحث في مناهج تحليل النصوص. ساهمت المجلتان معا في تطوير مناهج تحليل الخطاب في المغرب والعالم العربي، فمنذ صدور العد أعداد الأولى لم تغب أهمية البحث في نظرية الأدب ولا في النظرية اللسانية وما يتصل بذلك من أدوات إجراء تحليل النصوص. هكذا أضاءت مقالات كثيرة جوانب نظرية هامة في مختلف المناهج، ابتداء من المنهج الاجتماعي إلى البنيوية، ثم التحليل السيميوتيقي واللغوي والموضوعاتي، وحاولت أن تكون رائدة مثل قليل من المجلات المغربية الأخرى التي أخذت على عاتقها النهوض بتطوير الدراسات الأكاديمية على أسس علمية رصينة. وفي هذا الإطار أفردت مجلة دراسات سال على الخصوص عددها السادس لنظرية جمالية التلقي، تضمن مقالات ترجمت لأول مرة إلى اللغة العربية من الإنجليزية والفرنسية مع بعض المقالات التطبيقية على النصوص العربية. وقد اكتمل هذا الملف الهام بصدور العدد السابع الذي تضمن نصين جديدين ترجما لأول مرة عن الألمانية والإنجليزية. وعلى العموم فقد كانت قضية المزاوجة بين النظرية والتطبيق مسألة ملحة في جميع أعداد المجلتين. وبعد، لا يسعني في هذه الشهادة إلا أن أشيد بالدور الذي قام به الباحثون في استمرار المجلتين تلك المدة التي امتدت بين سنتي 85 و92. فبفضل مساهماتهم العلمية كانت المجلتان قائمتين. كما لا يفوتني أيضا أن أشير إلى الدعم المعنوي الذي كانت تقدمه الصحافة الوطنية في هذا المجال، فإليها يرجع الفضل في التعريف بالمجلتين وإصدارات مجلة دراسات سال على الخصوص وإيصال الخبر بصدور أعدادهما إلى معظم المثقفين. أشير في الأخير إلى أنه مهما كان هناك من عناء في القيام بمثل هذه المشاريع العلمية، فإن الباحثين المجاهدين لا تغمرهم السعادة بلذة المساهمة في دعم الثقافة في بلادهم، على أن سعادتهم تتضاعف عندما يرون إشعاع جهودهم ينتشر في أفق أرحب. هذا هو رأس البحث. لا أنسى أن أشكر في آخر هذه الكلمة مجدداً جمعية الباحثين الشباب التي قامت بتنظيم هذا اللقاء الفريد الذي سيسمح بدون شك بتأمل التجارب الماضية والتفكير في معطيات الحاضر وآفاق المستقبل. كما أشكر كلية الآداب والساهرين عليها وعلى رأسهم قيدوم هذه الكلية، فقد عودونا دائما مثل هذه المبادرات الحميدة. وشكرا للجميع على حسن الاستماع. شكرا للأستاذ الدكتور حميد الحميداني.
على هذه الشهادة القيمة التي أعادتنا إلى فترة تمتد ما بين سنتي 1985 و1992، وهي الفترة التي استغرقت إنجاز عملين متكاملين هما مجلتي دراسات أدبية ولسانية ودراسات سيميائية أدبية ولسانية. وقد حاول من خلال هذه الشهادة أن يضعنا الأستاذ الكريم في السياق الثقافي المؤطر لظهور المجلتين، وحاول أن يحدد طبيعة العلاقة القائمة ما بين التجربتين، وهي العلاقة التي اعتبرها علاقة استمرارية وتطوير. ثم اعتبر أن المجلة الثانية تعتبر بمثابة مدرسة حقيقية للبحث العلمي، كما أن هذه الشهادة حاولت أن تقف على بعض المشاكل والصعوبات التي اعترضت هذه التجربة، وعلى رأسها بطبيعة الحال مشكل التمويل ومشكل التوزيع، إلا أنه لم يتوانى عن إقرار أو التركيز أو التأكيد على أن رغم هذه الصعوبات فقد استطاعت المجلتان أن تحقق إشعاعا عربيا مهما، واستطاعت أن تنجز دورهما التاريخي والثقافي، وذلك من خلال التأكيد على مجموعة من المجالات الثقافية، من ذلك محاولة ربط الظاهرة الأدبية بالخلفية اللسانية بالخلفية المنطقية والارتباط بالمورود الثقافي العربي، ثم ترسيخ التفكير في مناهج تحليل النصوص. ننتقل إلى المداخلة الثانية، وهي مداخلة مشتركة بين الأستاذين الدكتور عبد الرحمن بن زيدان والأستاذ المبدع عبد الكريم برشيد، تحت عنوان بيان تأسيس المسرحي رهانة السؤال بين الإمكان والمحال. والبداية مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن زيدان، وهو كما تعلمون أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، ناقد مسرحي معروف له مجموعة من الأبحاث ومجموعة من الدراسات في مجال النقد المسرحي، كما كانت له تجربة مشتركة مع الأستاذ عبد الكريم برشيد في إصدار مجلة مسرحية هي مجلة التأسيس. فإليه الكلمة. أولا في البداية أشكر جمعية الباحثين الشباب، الجمعية التي ارتأت إلا أن تجعل محور نشاطها الثقافي المجلات الثقافية بالمغرب كموضوع له دلالته الثقافية وله خلفيته التي كانت تحرك هذه الدلالة في السياق الثقافي المغربي. هذا الموضوع الذي أرتبط به رفقة الأستاذ عبد الكريم برشيد بشكل مباشر لا يعني الوقوف عن الحركة في مسار الإنتاج المسرحي المغربي العربي، ولا يعني كذلك إفلاس المسرح على مستوى الخطاب النقدي. إذن المجلة كانت مغامرة، ولكن هذه المغامرة أصبحت مصدرا للدراسات النقدية في المغرب وفي خارج المغرب. وإذا كانت الآن مجلة التأسيس تنتمي إلى الماضي، فإن هذا الماضي الذي ينتمي إلى الثمانينيات يجعلني أتحدث عن هذه المجلة التي كانت استجابة للظرفية التاريخية التي عاشتها المجلة في هذا السياق. وأعني بالاستجابة الظرفية أن المسرح المغربي المتنوع في خطاباته وفي تجاربه وفي صراعاته الفنية والفكرية والجمالية كان يبحث عن موقع في الثقافة المغربية، وكان يبحث في الوقت ذاته عن تميز في هذا الصراع مع أجناس أدبية أخرى كان لها صوتها وكانت لها منابرها في مجلات أخرى. وكان كذلك هذا المسرح يريد أن يواجه المؤسسة أو المؤسسات الرسمية التي كانت تريد أن تحتضن هذا المسرح ليصبح مسرحا تابعا لهذه المؤسسة في خطابها أو في خطاباتها في وظيفتها أو في وظائفها في رؤيتها أو في رؤاها. إذن من هذه الاستجابة الأولى كان المسرح المغربي متوزعا بين إنتاج كان ينتجه الهواة،
وبين وعي يتأسس على هذا الإنتاج والذي كانت تترجمه بعض البيانات وبعض النظريات المسرحية التي ظهرت إما في آخر السبعينيات أو في الثمانينيات. ونحن نعرف أن هذه الثمانينيات، وأنا أعترف بهذا، أنها الثمانينيات كانت فترة المجلات بامتياز. فالثمانينيات عرفت أكبر إصدار في المجلات المغربية، سواء تعلق الأمر بالمجلة الأولى وهي التأسيس، أو بالمجلات التي أعطت لنفسها المنحة الأكاديمي، أو المجلات التي أعطت لنفسها الصفة الإبداعية النقدية، أو المجلات التي أرادت أن تؤسس خطابا سياسيا يتحرر أو يكون متحررا من الخطاب السياسي الرائج. موقع مجلة التأسيس في هذا السياق هي أنها أرادت أن تخلق التميز أولا عن المجلات الأخرى التي تخصصت في المجال الأدبي، وأخلقت تنوعا في العلاقات مع إما النقد وإما التعريف بالمناهج النقدية أو التعريف بالإبداع المغربي، أو أنها حاولت أن تخلق تميزا عن المجلات السياسية، المقدمة، المشروع كخطاب سياسي في المجلات المغربية، ثم الخطاب الأدبي في الثقافة الجديدة، أو في مجلة 2000 التي أصدرها جبار شحيمي لكن صدر منها العدد الأول وتوقفت، ثم بيت الحكمة ودراسات، إلى غيرها من المجلات التي أعطت لهذه الثمانينيات تراكمها في هذا المجال. وبكل موضوعية أقول إن الرهانات التي رهنت عليها المجلة أمام رهانات البدائل التي كانت تقدمها هذه المجلات كانت رهائن أو رهانات تسعى إلى جعل مجلة التأسيس ملأ لفراغ كان موجودا في المجلات الأخرى. كان المسرح غائبا في كل المجلات أو في جل المجلات، وإذا ما استثنينا بعض الدراسات التي ظهرت في مجلة الثقافة الجديدة إما من خلال البيانات الأولى التي أصدرها الأستاذ عبد الكريم برشيد قبل أول بيان لجماعة المسرح الاحتفالي في مراكش، وبعض المسرحيات للمرحوم محمد تيمود في مجلة الثقافة الجديدة، ثم الترجمة التي قام بها يوسف فاضل للمسرح المضطهدي لأوغستو بول في هذه المجلة، لا نجد متابعة حثيثة ومستمرة للعطاء الساخن الذي كانت تعرفه هذه الثمانينيات. من هنا كان المحفز الأول هو ملء هذا الفراغ وإعطاء التخصص في المجال المسرحي لخلق منبر خاص بالمسرح. إذن هنا محاولة الانفلات من هذا التعدد لخلق التميز. ثم المحفز الثاني هي أن المجلات التي كانت رائجة في المغرب ومتخصصة في المسرح هي مشرقية، تعرف بالنتاج المشرقي في غياب النتاج المغربي. فالحياة المسرحية عندما نأخذ كل المواد وكل المواضيع التي نشرت فيها لا نجد إلا مقالتين في هذه المجلة، في مجلة الحياة المسرحية أصدرهما الأستاذ محمد أديب السلوي. وعندما نبحث في مجلة المسرح التي كان يرأسها الشاعر صالح الصبور نجد أن الحضور المسرحي المغربي في هذه المجلة شبه غائب، إذا ما استثنينا مقالتين في هذه المجلة التي كان يرأسها صالح الصبور والتي صار يرأسها فيما بعد سمير سرحان وبعض المبدعين في مصر. ثم هنالك مسرح المجلة أخرى ظهرت في تونس، ونجد بأن الحضور المغربي هو حضور محتشم ومحدود في المجلة التي كفضاءات مسرحية، وهي إذا ما استثنينا الدراسة للأستاذ عبد الكريم والدراسة نشرتها في هذه المجلة لا نجد حضورا للمسرح المغربي. من هنا كانت هذه أول محفزات لإصدار مجلة التأسيس التي كانت مغامرة للظهور وللإصدار. إذن هذه بعض المحفزات التي كانت وراء إصدار هذه المجلة. لكن المجلة التي لا يكون لها
منظور ولا تكون لها استراتيجية ثقافية وتكون لها آفاق مستقبلية تبني عليها مسيرتها، لا تعتبر مجلة لها منظور واضح للعمل الثقافي. كل مجلة تكتب بيانها الأول، تحدد فيه الخطوات التي ستقطعها، ما هي اختياراتها، ما هي القناعات التي ستحرك العمل الثقافي في هذا المنظر. والمجلة، مجلة التأسيس، وضعت أول ورقة اسمتها التأسيس الورقة الأولى. حاولت من خلال هذه الورقة أن تطرح مجموعة من الأسئلة التي كانت متغيبة أو غائبة في الثقافة المسرحية المغربية، أو أنها أرادت أن تجدد بعض الأسئلة التي كانت حاضرة في الثقافة المسرحية المغربية. ومن هنا تمفصلت عملية بناء هذه المحاور في هذه الأسئلة كالتالي: هي حدود المسرح وحدود التأسيس. المسرح باعتباره مؤسسة، هذه المؤسسة يمكن أن تكون إيديولوجية، يمكن أن تكون تاريخية أو فنية أو جمالية، أو أنها تكون إبداعا لنص درامي له صفاته وتميزه في المسرح. ثم محاولة تحديد هذه حدود التأسيس انطلاقا من أي موقع؟ انطلاقا من موقع البيانات السابقة عن سنة 1985. فقبل سنة 1985 ظهرت مجموعة من البيانات، هذه البيانات هي التي رسمت كذلك بعض الخطوات التي وضعت في هذه المقدمة. ثم هنالك التأسيس داخل فضاء التخطيط، ثم هنالك التأسيس والتحريض على التأسيس. هذه هي المحاور الأساسية التي انبنت عليها هذه التجربة، وهي كما ترون تركز على التأسيس الذي صار مصطلحا رائجا لدى المسرحيين، وانتقل حتى من المجال المسرحي إلى المجال السياسي وإلى المجال الرياضي وإلى كل المجالات التي يتحرك فيها المثقفون المغاربة. دائما نسمع الآن مصطلح التأسيس، وأول من وضع هذا المصطلح هي هذه المجلة. إذن كان أول عدد بعد هذه المحفزات وبعد هذه التراكمات وبعد الوعي بالمسرح كمؤسسة ثقافية ظهرت هذه المجلة سنة 1987 لمواجهة مؤسستين اثنتين. وهنا أقوم بعملية كشف سببين آخرين. الأول يكمن في الصراع ما بين المسرح في تلك الفترة وما بين المؤسسات الحزبية، وهذه مسألة أساسية، أن المؤسسة الحزبية في بعض الجرائد كانت لا تنشر إلا للمنتمين إلى الحزب أو الذين يتيمنون بمبادئ الحزب وشعارات الحزب. ومن هنا شعرنا في أنا والأخ عبد الكريم برشيد أن هناك نوع من الحيف الذي ينظر من خلاله إلى الممارسة المسرحية المغربية، فيغيب عطاء ويحضر عطاء آخر، يغيب إبداعا ليحضر إبداعا آخر. فكان هذا النوع من الثنائية المتحكمة في الصراع جعلتنا نغامر في إصدار هذه المجلة لتكون منبرا متحررا من سلطة السياسي في علاقته بالشعارات أو بمخطط الحزبي. السبب الثاني وهو إسماع صوت المسرح المغربي بمنهجية جديدة وبأدوات جديدة للثقافة المشرقية، وبكل اعتزاز كما أشار الأستاذ الدكتور حميد الحميداني أن المجلة رغم أنها كانت يتيمة الدهر في عددها الأول، فإنها أصبحت مرجعا للدراسات في المشرق العربي وفي المغرب. وآخر في الشهر الفائت توسطت برسالة من سوريا يطلب فيها أحد الباحثين الأعداد التي صدرت من مجلة التأسيس من 87 إلى الآن، فحرت في الجواب وسكت عن الجواب. إذن هذه هي مجلة التأسيس التي كان الأهداف التي وضعتها لخطتها ولمسارها. أولاً
دفاتر مسرحية، تأسيس دفاتر مسرحية تعنى بالتأسيس المسرحي إبداعا ونقدا وتنظيرا. من هذا هو الطموح الكبير الذي حرك هذه المجلة، ولكن هذا الطموح توقف ليترجم غيابه أو غياب المجلة في مجالات أخرى. قدر المجلات المسرحية في المغرب هو قدر هو التوقف في العدد الأول. في الستينيات كان حمادي عمور يصدر مجلة تعنى بالشؤون الفنية، بالمسائل الفنية، الأخبار الفنية حول المسرح، حول السينما، حول الأنشطة المسرحية وتعليق على بعض المسرحيات التي كانت تقدم في المغرب، ولكن تلك المجلة لا يتحدث عنها أي باحث ولا يرجع إليها أي باحث، رغم أنها تمثل ذاكرة المسرح المغربي في بعض جوانبه الفطرية في الكتابة. ثم ظهرت مجلة اللواء المسرحي التي أصدرها عادل محمد وأشرف عليها محمد تيمون. صدرت مجلة التأسيس في عدد أول، ثم بعد ذلك صدرت مجلة الدراما فتوقفت في أعدادها الأولى. ثم هنالك المدينة التي كانت تخلط بين ما هو مسرحي وبين أجناس أدبية أخرى، وفي مراكش ظهر مجلة واحدة للمسرح المغربي لمعاوي عبد الله معاوي. إذن تبدأ المجلة في عددها الأول لتتوقف، ثم هنالك خطوة. إذن كل البدايات تبدأ بالخطوة الأولى وتتوقف عند هذه الخطوة. وقد ويشاطر الأستاذ دكتور حميد الحميداني ما قاله حول ما تعانيه المجلات من غياب الدعم المادي وغياب الترويج السهل للمجلات، وهي ربما من العوامل المشتركة التي تغيب المجلات. إذن هذه هي رهانات المجلة التي انطلقت من رهانة السؤال وأرادت أن تدخل مغامرة الإمكان وتدخل مغامرة المحال لتؤسس مسرح مغربي، ولكن في غياب الدعم وفي وجود مشاكل وصعوبات لمواصلة السير توقفت المجلة، وهو توقف مؤقت. أتمنى أن تصدر أعداد في المستقبل، وشكرا. شكرا للأستاذ دكتور عبد الرحمن زيدان الذي حاول أن يضعنا في سياق الظروف الذاتية والموضوعية التي أحاطت بتجربة مجلة التأسيس التي صدر عددها الأول سنة 1989، والتي اعتبرها بمثابة مغامرة حاولت أن تستجيب لظرفية تاريخية. هذه الظرفية التاريخية هي التي كان يحكمها هاجس واحد، وهو محاولة البحث للمسرح بشكل عام والمسرح المغربي بشكل خاص عن موقع داخل الثقافة المغربية، لا سيما وأن السياق الذي ظهرت فيه المجلة كان قد عرف تراكما مسرحيا مهما رصقه على الخصوص مسرحيون الهواة، وكان يحتاج هذا الخطاب الإبداعي إلى خطاب نظري ونقدي يوازيه. لذلك ظهرت التأسيس لكي تحاول أن تنصب على هذه الورشة، ورشة المسرح، ولخلق تميزها داخل ما كانت تعرفه الثمانينيات من مجلات ثقافية. وقد أتت كما قال الأستاذ كمحاولة لملء الفراغ المسرحي أو الفراغ الذي عرفته المجلات الأخرى فيما يخص الاهتمام بالمسرح. لذلك فهذه المجلة وهذه المغامرة التي ظهرت في صيغة الأولى كانت قد رسمت لنفسها استراتيجية حددتها الورقة الأولى تحت عنوان بيان التأسيس، والتي حاولت أن تحدد خطوط التجربة والتي استقطبها كلها مفهوم واحد ومصطلح واحد ومصطلح التأسيس. ولم يفوت الأستاذ أن يذكر بأن هذه التجربة كانت تواجه المؤسستين كما قال، الصراع الذي كان يعرفه المسرح في مواجهة بعض المؤسسات الحزبية، ثم كذلك محاولة إسماع صوت المسرح المغربي للثقافة المشرقية، كما أنه ذكر بالسياق الذي أتت فيه هذه المجلة
في سياق مجموعة من المجلات المسرحية الأخرى، دائما في سياق نفس تدخل، أي في سياق هذه المداخلة المشتركة بين الأستاذين، بيان تأسيس المسرحية، إهانة السؤال بين الإمكان والمحال. سوف نستمع الآن للأستاذ المبدع عبد الحليم برشيد، وهو كما تعلمون غني عن التعريف، كاتب ومبدع مسرحي معروف، له مجموعة من الأعمال التي غنى بها وما يزال يغني بها الساحة المسرحية بالمغرب، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذ حسن يوسفي. فأبدأ هذه المداخلة أولاً بالإشادة بجمعية الباحثين الشباب التي تهتم بموضوع المقموع والهامشي والمسكوت عنه في الثقافة المغربية. في السنة الماضية قدمت موضوعاً مثيراً هو الكاتب الناشر، وهذه السنة موضوع المجلات، ولكن نفس الشيء سنجد أنفسنا في موضوع الكاتب الناشر أيضا، لأن كل المجلات المغربية أصدرها كتاب ومبدعون، وبالتالي أصدرها كتاب ومبدعون ومثقفون انطلاقا من غيرة على الثقافة المغربية. لم يصدرها ناشرون ولا كتبيون ولا أصحاب مطابع ولا مؤسسات، ولكن مجموعة من الناس الذين اقتطعوا ثمنها من رزق عيالهم، وبالتالي كان الأساس في نشوء هذه المجلات هو التطوع وهو العشق الذي يصل لحد العشق الصوفي. وبالتالي من خلال هذا المعرض الذي ترون، فكل عنوان وراءه مآسي بطبيعة الحال، وراءه قصص وملاحم رهيبة جدا، خصوصا في السبعينات عندما كانت المطابع باللينوتيب والرصاص، والآن على الأقل أصبح الطبع أقل تكلفة من حيث المجهود المادي والعضلي. فلأنني شخصيا اشتغلت وكنت من المؤسسين لمجلة الثقافة الجديدة في أواسط السبعينات، وكان الأمر عبارة عن جهاد يومي، وأقول بأنه جهاد لأن هذا المبدع عوض أن ينشر قصته أو قصصه أو رواياته أو مسرحه، يفتح مجالا لنشر إبداعات ومقالات وأبحاث الآخرين بإيثار وبغيرة على الثقافة المغربية. فعندما فكرنا في إصدار مجلة التأسيس المسرحي، لم تكن في الثمانينات لم يكن الأمر يتعلق بأننا نبحث على منبر للنشر، ولكن الأمر كان ينطلق من إحساس داخلي بأن الظرف التاريخي يتطلب تأسيس مسرح وتأسيس ذوق مسرحي وتأسيس واقع تاريخي جديد وتأسيس مغرب جديد وتأسيس علاقات إنسانية جديدة وتأسيس مناخ جديد. قبل هذا التاريخ في 87 كانت مصطلحات متعددة شائعة في الحقل المسرحي، من تأصيل، من تجذير. وشخصيا أعترف بأنني سنة 1971 في كلية الأدب بفاس أول بحث قدم في المسرح المغربي تحت إشراف الدكتور حسن المنيعي، كان يحمل نحو تأصيل المسرح العربي، تأصيل من التأصيل إلى التأسيس.
وهذا إذن مما يدل على أننا كنا على وعي بأننا نريد تأسيس فعل مسرحي آخر. فلهذا أطرح الآن مجموعة من الأسئلة: لماذا التأسيس؟ وماذا يعني هذا الاسم؟ وهل يتعلق الأمر بالتأسيس أم بإعادة التأسيس أم بالتأسيس المستمر والمتجدد كما هي الثورة المتجددة؟ فهناك من المؤرخين من يجعل المسرح المغربي يبدأ في العشرينات مع ثانوية مولاي إدريس من خلال دخول فرق مصرية مشرقية إلى المغرب، وقلدناهم وأسسنا مسرح ماك. هكذا تولد الحركات الثقافية، ولا هكذا تولد الأجلاس الفنية والإبداعية. المسرح أساساً هو غريزة لدى الإنسان، المحاكاة ما عند أرسطو. الإنسان كائن ببغاوي، أصله قرد، والقرد هو المحاكاة، واللغة أساساً محاكاة. دقة الطبل والخرير المياه وصرير المياه، فاللغة أساساً مبنية على المحاكاة وعلى التمثيل. وفي اللغة هناك التشبيه، والتشبيه التمثيلي. وأساساً المسرح هو غريزة فطرية لدى الإنسان، تماماً كما هي الغريزة الجنسية، غريزة الفضول. ولكن الأساس الذي كان ينقص هذه الفطرة هو انتقالها من مجرد الغريزة إلى المؤسسة. فما فعل اليونان هو أن هذه الغريزة، غريزة المحاكاة، حولوها إلى مؤسسة لها نص، لها كتاب، لها كتابة، وهذه الكتابة لها تقنيات، ولها أصول، ولها نص مؤسس، ولها بناية ذات معمار هندسي خاص، ولها دولة تحميها وتقيم لها الجوائز سنويا، وتربط المسرح بالكنيسة وبالسياسة وبالمدنية المدينة وبأثينا الدولة وبديمقراطية أثينا، وتربط المسرح بالفكر اليوناني وبالعقيدة اليونانية. هذا الفعل هو الذي كان ينقصنا، أن نجعل المسرح سلوكا يوميا، عيدا من أعيادنا، يشبه الأعياد الدينية، يشبه الأعياد الوطنية، وبدون ترسيخ، بدون تأسيس، بدون تجدير الفعل المسرحي في الحياة اليومية، سيصبح هذا الفن فناً هامشياً مستورداً، قد يكون متعلقاً بحدلقة المثقفين، ولكن لا يتعلق بالممارسة الحياتية اليومية. الآن بني مسرح محمد الخامس وهو أكبر مؤسسة، ولكن مع ذلك نجد بأن جامع الفناء أكثر نجاحاً من مسرح محمد الخامس. لماذا؟ لأن الإنسان المغربي ما زال يتهيب تلك البناية، وما زال بينه وبين البنايات الرسمية حساسية كبيرة، وبالتالي يدخل المسرح كما يدخل الكوميسيريا، وهناك شرطي في الباب، هناك مجموعة من الكلمات: ممنوع التدخين، ممنوع كذا. فهذه الضوابط أو هذه الأشياء القامعة هي التي تجعل هذا المسرح لا يتجدد في الحياة اليومية. فكنا مؤمنين بأن المسرح العربي والمغربي من ضمن هذا المسرح حقا لا يتوفر على ماض، ولكنه يتوفر على المستقبل. ولذلك جاء في البيان
التأسيسي إن المسرح الحقيقي يوجد أمامنا وليس خلفنا، وإن الإبداع الحق يتأسس على الحرية، ونحن لا نملك الآن غير هذه الحرية، حرية أن نكون من نشاء كما نشاء، وأن يكون مسرحنا يشبهنا ويشبه لحظتنا التاريخية بكل امتداداتها الحضارية المختلفة. كانت الرغبة وما تزال في أن يكون لنا مسرح، وأن يكون هذا المسرح مشابها لهذا الإنسان، وأن يكون استمرارا للحلقة ولسيدي الكتفي ولسلطان الطلبة ولكل أعيادنا ولكل احتفالاتنا، وأن لا يكون فنا على هامش المجتمع، بمعنى يتم غرسه في الوجدان الشعبي المغربي، في الذاكرة الجماعية، وجعله جزء تقليدا مترسخا في حياتنا اليومية. في البيان أيضا يمكن أن نقرأ إن التأسيس هو أن نوجد مسرحا مختلفا لهذا الجمهور، وأن نوجد بالمقابل جمهورا مختلفا لهذا المسرح. هذه العلاقة ما بين الجمهور والمسرح، والجمهور المغربي مثلا والسينما المغربية، هذه العلاقة الحرجة هي التي كنا نبحث عن تنبني على أسس حقيقية، أن يكون هناك حوار، أن تكون هناك حرارة بين ما نفعل وما يريد الجمهور. نحن نعرف مثلا في السينما المغربية في السبعينات كان هناك مجموعة من السينمائيين الذين درسوا في بولونيا، في رومانيا، في الاتحاد السوفيتي سابقا، وجاءوا بتقنيات السينمائية، ولكن السينما ليست تقنيات، تعلموا التقنيات ولكن لم يحسنوا مخاطب الإنسان المغربي في أمزميز، في حد كورت، في الرشيدية، وبالتالي لم يهضموا ولم يستوعبوا ثقافة هذا الإنسان. وهذا ما جعل الفعل التأسيسي في المجلة يحاول ويتبنى طموح إيجاد مسرح آخر لجمهور آخر وجمهور آخر لمسرح آخر. فوجدنا أنفسنا نخاطب جمهورا تربى ذوقه على الأفلام الهندية، على الأفلام المصرية، اختلط لديه المسرح بالسينما، بالتلفزيون، بالفيديو كاسيت، فكيف إذن توجد جمهورا مسرحيا حقيقيا؟ فذكر الأستاذ عبد الرحمن زيدان قضية أن هذا العدد الوحيد لم يستمر، وهو في الواقع لم يستمر، ولذلك أقول بأن هذا الحلم هو حلم مجهد، وأن هذا المشروع هو مشروع مجهد، ويبقى التساؤل لماذا؟ ربما جاءت هذه المجلة قبل أوانها، هذا احتمال، قد تكون قد جاءت خارج إطار الشروط التاريخية، هذا احتمال أيضا، قد يكون لأنها تبنت حلما كبيرا أكبر مما يحتمل إمكاناتنا المتواضعة جدا. فالآن هل نضجت الظروف وأصبحت ملائمة بعد هذا التاريخ وبعد هذا الوقت؟ هذه تساؤلات نتركها للأيام التي يمكن أن تجيب عنها. فنحن نعرف بأن الاشتغال بالمسرح ينبغي أن يكون اشتغالا بما هو متعلق بالمسرح. المسرح إما هو كما قيل أبو الفنون،
وهو ابن الفنون والآداب كلها. المسرح لا يعطي شيئا من عنده، المسرح يأخذ من الأدب، فهو إما هو نص أساسا، هذا النص إما شعر أو نثر. المسرح فنون، من رقص، من غناء، من موسيقى، من فنون تشكيلية، من نحت، من عمارة. والمسرح أيضا خطاب، هو فلسفة بالضرورة، هو فكر، هو علم اجتماع، هو التاريخ، هو علم اللغة. وبالتالي المسرح هو مجموع ثقافات الشعوب والأمم، وبالتالي فالمسرح صعب، سلمه لا يرتقي إلا الذي يعلمه. وأرى أننا في المغرب كما في العالم العربي استسهلنا حقيقة المسرح، واشتغلنا بالمسرح في انفصال عن مكونات المسرح، عن خلفيات المسرح، عن العلوم التي تغذي المسرح. وبالتالي عندما نتحدث عن المسرح العبثي في فرنسا أو عن أي تجربة مسرحية دولية، سنجد أنها متجدرة في شروطها الفكرية والعلمية. فأوجينيو باربا انطلق من الأنثروبولوجيا، بريشت انتقل من الفكر الماركسي، العبثيون انطلقوا من فكر الوجودي. ولذلك المسرح الذي جاء من فرنسا انطلق من الفكر عند جون جاك روسو. ولذلك كنت أؤمن دائما بأن رسائل جون جاك روسو إلى دالمبير هي أساس الرؤية الاحتفالية كما ينبغي للمسرح أن يكون. فجون جاك روسو يتحدث عن لو سبيكتاكل إي لا فيت. لو سبيكتاكل هو عارض ومعروض ومعروض له، ولكن لا فيت هو فعل جماعي ينتفي فيه من ينتج وتنتفي فيه البضاعة وينتفي فيه المستهلك، لأن اللحظة التاريخية الإبداعية تقوم على أساس التلاقي وليس التلقي. هذا التلاقي هو الذي حاولنا أن نؤكد عليه في كثير من البيانات، وحاولنا أن تكون هذه المجلة تعبيراً عن حساسية جديدة في المسرح، وحساسية جديدة في الثقافة المغربية والعربية. ولهذا عندما نتحدث عن التأسيس ينبغي أن نتحدث عن تأسيس كتابة مختلفة، كيف؟ ولهذا شخصياً عندما أكتب المسرحيات لا أقول في عنوانها الفرعي، لا أقول تراجيديا أو كوميديا، ولكن أقول احتفال مسرحي. لا أقول في فصلين، أقول في نفسين. أضع للأنفاس عناوين، لأنني أخاطب القارئ وأخاطب المحتفل في نفس الوقت، وأحاول كذلك أن أربط هذه الكتابة بالنثر العربي، بالشعر العربي، من خلال قراءة ابن الرومي ووضعه كشخصية مسرحية، قراءة امرأ القيس ووضعه كشخصية مسرحية، قراءة عنترة ووضعه كشخصية مسرحية، قراءة المتنبي ووضعه كشخصية وكتاريخ وكذاكرة وكوجدان مسرحي. وبالتالي حاولنا أن نؤسس كتابة مسرحية مغايرة انطلاقا من الأدب العربي.
ليس انطلاقا من نزعة شوفينية، ولكن انطلاقا من الواقع، من الحقيقة. أنا لست فرنسيا، ولو كنت فرنسيا لدافعت عن فرنسيتي والتزمت بها، ولكنني مغربي لدي أصول عربية وأمازيغية وإسلامية ومتوسطية وإفريقية، وول سوينكا كان يؤكد على أن على النمر الإفريقي أن يجد نمريته، وألا نجد النمر الإفريقي يعتقد خاطئا أنه دب روسي أو غير ذلك. المثقفون العرب عاشوا في زمن، خصوصا في زمن من الأزمان، خارج التاريخ، وكان هناك من يعيش على توقيت بكين أو على توقيت موسكو أو على توقيت باريس، خارج التوقيت المحلي. وحاولنا أن نؤكد على أن نعرف نحن من نحن، سميناها نحن الآن هنا. أن تضيع الهوية، أن تضيع اللحظة التاريخية، أن تضيع الموضع القدم، ذلك هو الضياع، وذلك هو الدخول في التيه لابيرنت. تأسيس الكتابة، تأسيس الفضاء المسرحي، هذا من الأشياء التي كان من طموحاتنا. فمعروف أننا الآن نشتغل في إطار مسارح تسمى المسارح إيطاليا، ذات مصطبة عالية، ذات ستارات حمراء. هل هو ضروري أن تكون ستارات حمراء؟ ولماذا ستارات؟ لماذا الملقن؟ لماذا الانفوس فيها الأوركستر؟ والآن ما بقاش الأوركستر، ومع ذلك في قاعات السينما هناك الصفوف الأمامية تسمى الأوركستر، وفي البالكون كاين البولاي بمعنى حاضرة الدجاج، وهذا نعت غير إنساني وتحقيري، ومع ذلك نحافظ عليه. فإذا تغيير الكتابة، تغيير الفضاء المسرحي، تغيير العلاقة بين شرطي الإبداع، فشرطي الإبداع، فأنا شخصي الحوار والتفاعل وتأثير وتأثر وأخذ وعطاء، وهذا ما يجعل الآن أن الجمهور يعلق على الأحداث ويعلق على المشاهد. ولحد الآن في مصر مثلا، عندما يدخل الممثل يقوم الجمهور بتحيته، يصفقون على ماذا؟ لا يعرفون الشخصية، ولكن يصفقون على الشخص وليس على الشخصية. هذا شيء يجعل بأن الإيهام في الذهنية العربية لا وجود لها. فنحن نعرف بأن عادل إمام هو عادل إمام، دار الولد السيد الشغال أو الزعيم أو الولد المشاغب في المدرسة يبقى عادل إمام. فالعقلية العربية عقلية حسية، هي التي كانت تصنع الإله من حلوى وتأكله، ما فيش حتى الخيال، خيال ولا خيال مادي وظيفي نفعي. وهذا لا. فهناك أشياء في الواقع متعددة، لأن الوقت سلطان وسيف في زمن، نقول سيف في زمن الأقمار الاصطناعية والمدافع. فهو ولذلك باختصار أقول بأن هذا المشروع الآن دخلنا زمن آخر، وأن المجلات في الواقع ينبغي أن تصدرها جهات
إما كليات وزارات كما هو الشأن في مصر، فكل المجلات تصدرها الهيئة العامة للكتاب. في العراق المجلات تصدرها وزارة الإعلام والثقافة. أما أن تبقى هذه المشاريع يتيمة وأن يكون وراءها شخص أو شخصان أو ذلك، فهي محكومة بالفناء. فهي تجارب جميلة حقا، وأعطت للمغرب تاريخا ورصيدا محترما، ولكن إلى متى؟ فالآن ينبغي أن نعرف وأرى بأن هذه المهنة المستديرة جاءت في وقتها، خصوصا مع التغيرات السياسية وفي عهد التناوب. وبالتالي الآن ينبغي أن نسأل إلى أين. فإذا كانت الدولة تدعم المواد الأساسية في الغذاء، لماذا لا تدعم الكتاب؟ وإذا كانت المجالس البلدية تهتم بتنظيف البخار، فلماذا لا تهتم بالأزبال الموجودة في ذهني وفي نفوسي وفي عقول الناس؟ وبالتالي فهذه الجهات سواء على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي ينبغي أن تتولى وأن تأخذ مسؤوليتها كاملة. وشكرا لكم. شكرا للأستاذ عبد الكريم الرشيد على مداخلته فيها. لقد اعتبر الموضوع موضوعا ينخرط في سياق المهمش أو المسكوت عنه في الثقافة المغربية. لذلك حاول أن يقيم علاقة في البداية بين هذا الموضوع، بين موضوع المجلات الثقافية وبين ظاهرة النشر الذاتي، أو دخوله على مصطلح التأسيس أو على مفهوم التأسيس الذي أقامت عليه أو أقيمت عليه تجربة المجلة التي خاضها بمعية الأستاذ عبد الرحمن بن زيدان، حيث حاول أن يقوم بنوع من الحفر المعرفي والثقافي في خلفيات هذا المفهوم. لماذا هذا الاختيار؟ ولماذا هذا الاسم؟ وما هو المقصود بالتأسيس؟ حيث اعتبر أن هذه المجلة كانت تنظر إلى مستقبل إلى المسرح العربي باعتباره مسرحا لا يتوفر على ماضي ولكنه يتوفر على مستقبل، ولذلك حاولت أن ترسم الطريقة لهذا المستقبل، ولكن مع الأسف هذا المشروع أجهد لأسباب مختلفة ذاتية وموضوعية، ربما كذلك لأسباب أخرى قد حاول الأستاذ عبد الكريم المرشد أن يصبها على شكل أسئلة. الآن نمر إلى آخر مداخلة في هذه الصبيحة، وهي مداخلة الأستاذ أحمد لطف الله. الأستاذ أحمد لطف الله كاتب شاب يكتب في مجال الإبداع القصصي في القصة القصيرة بالذات، وله أيضا مجموعة من الاهتمامات الثقافية ومجموعة من الأبحاث المتعددة والمتعلقة بأشكال الممارسة الثقافية. سوف يلقي مداخلة تحت عنوان الخطاب الإبداعي في المجلة الثقافية المغربية، قراءة في تجربة مجلة آفاق لاتحاد الكتاب المغربي. فليتفضل. شكرا. شكرا أستاذ حسن السيد. بدوري أشكر جمعية الباحثين الشباب باللغة والأدب على مجهوداتها الكبيرة والصادقة أيضا من أجل خدمة وتفعيل الحقل الثقافي للبلاد، وأحييها أيضا في هذه المناسبة. أشير فقط إلى أن هذه الورقة المختزلة التي أعددتها عن مجلة آفاق الصادرة عن اتحاد الكتاب المغرب تهم فقط مكون واحد من المكونات العديدة لهذه المجلة، وهو مكون الإبداع. إذن هي عبارة عن ملاحظات حول تناول المجلة لهذا المكون. الخطاب الإبداعي والمجلة الثقافية فضاءان أولت الضرورة تعالقهما ضمن بعد تواصلي مزدوج. فالخطاب الإبداعي يعتبر المجلة الثقافية أوفر وأيسر سبيل يصل بين المبدع والمتلقي، والمجلة الثقافية تراهن على ضم الإبداع إليها لترسيخ علاقتها بالمتلقي.
وتوحد بينهما معالم سمة قصدية واحدة. فالخطاب الإبداعي نشاط إنساني سام يمزج بين الذاكرة والعقل والتخيل، ويقيم مادته من مظاهر متباينة، منها الإنسان والطبيعة والكون وغير ذلك، وينشد تحقيق ما يصطلح عليه بالتفكير المنتج. والمجلة الثقافية منبر ثقافي وإعلامي وسجل حافل بالخطابات المتنوعة التي تروم تجسيد روح الثقافة باعتبارها نتيجة تعامل تبادلي مشترك. فكلاهما إذن يهدف إلى نشر وعي سليم ومتداول يكشف عن الحالة الحضارية التي يعيشها المجتمع ويحاول تقويم اعوجاجها. ولذلك كانت المجلة الثقافية حصنا يلوذ به الإبداع، وكان الإبداع زائرا مرغوبا فيه تحتفي به المجلة. وقد أضيئت الثقافة المغربية منذ بداية الوعي ببلورة معالم هويتها بميلاد عدد من المجلات الثقافية، ساهمت في تكوين مثقف واع بإشكالات عصره المتنوعة، ونذكر منها أقلام، الزمان المغربي، الثقافة الجديدة وغيرها. ولا شك أن نفحة التطور لامست هذه المجلات خلال مسيرتها شكلا ومضمونا، كما لا شك أيضا أن قدر الموت مد يده للعديد منها. ومن ضمن المجلات الثقافية المغربية التي كان لها باع طويل في تأسيس وتأصيل معالم ثقافية لهوية مغربية، عمل المستعمر على مدة تفوق 40 سنة، هي مجلة آفاق الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب، والتي احتضنت منذ باكورة إنجازاتها أعمال المبدعين المغاربة الذين كانوا يبحثون بضمن شديد عن منبر يهتم بإبداعاتهم ويقدمها للقارئ في زمن عزت فيه المنابر الثقافية. وقد عرف هذا الخطاب الإبداعي كما هو معلوم عدة نقلات ومراحل، وكان عبر أعداد هذه المجلة مختلفا كما وكيفا وكتابا وهوية. وسأحاول في هذه الورقة رصد إسهامات هذه المجلة في هذا التطور وفي ابتداع آفاق جديدة للإبداع المغربي، مشيرا منذ البداية إلى أن هذا الحديث يتحاشى ولوج دائرة قراءة هذه الإبداعات ما دام غرضه تقديم صورة عن تجربة هذه المجلة من خلال أحد مكوناتها وهو الخطاب الإبداعي. شهدت سنة 1963 صدور أول عدد من هذه المجلة التي ضمت بين دفتيها إضافة إلى الدراسات والأبحاث والمتابعات وغيرها مختلف الأجناس الإبداعية من شعر وقصة ومسرحية ورواية وغيرها من أشكال الإبداع بكم لا يستهان به، حيث كانت من حين لآخر تخصص أعدادها للخطاب الإبداعي الذي انكتب زخمه في ذوات متعددة المشارب ومتباينة التكوين الثقافي، إذ يكشف التجول في مسارات العقود الأربعة من عمر المجلة عن بروز أسماء جديدة في كل عقد تؤسس لرؤية جديدة في الخطاب الإبداعي تتخطى سابقتها وتحاول تقعيد هواجسها الخاصة. وبما أن آفاق صدرت بعد مرور سنوات على عهد الاستقلال، أي في زمن تمكن فيه الكتاب من خلق مسافة بين كتاباتهم وذكريات البطولات الوطنية، فقد تم الشروع في مناوشة أصقاع جديدة، ويبدو هذا جلياً في الخطاب السردي أكثر منه في خطاب الشعر. ففي قصص العدد الرابع الموقعة بأقلام محمد زفزاف، إدريس الخوري، عبد القادر زمامة، تنعدم فيها آثار المعاناة مع المستعمر، والتي شكلت بؤرة النص القصصي الأربعيني والخمسيني. وللمزيد من التوضيح نجد مثلا قصة محمد زفزاف المعنونة بوضحك القمر تعالج مثلا هشاشة العلاقات داخل وسط قروي قائم على الأحقاد بين طبقاته الاجتماعية. إن مجلة آفاق بدورها التوثيقي تقدم لنا صورة واضحة عن تاريخ الإبداع المغربي ومراحل تجديده، وقد ساهمت في خلق هذا
التطوير عدة عوامل ذاتية وموضوعية متعددة المصادر، ومنها ما كانت المجلة سبباً في خلقه. ونذكر من ذلك أولاً القراءات التي كانت تنجز للأعمال الإبداعية المنشورة بالمجلة، وقد كانت أحياناً تنجز من طرف بعض أعضاء أسرة التحرير، ويمكن أن نمثل لذلك بما قال الأستاذة زبيدة بورحيم المنشور بالعدد الأول من السنة الثانية تحت عنوان آفاق في الميزان لتسير إلى الأمام، والذي أفردته لقراءة النصوص الخصصية والشعرية الواردة في أعداد السنة الأولى. وفي أعداد هذه السنة أيضا أنجز محمد زفزاف تعليقا على قصائد العدد الثاني. والملاحظ على هذه القراءات أنها لم تكن قائمة على الأسس النظرية والعلمية في النقد الأدبي، ولكن مع ذلك كان بوسعها نظرا للجدل الموجود بين الإبداع والنقد أن تطور آلياتها ومفاهيمها، غير أنها بقيت محصورة في الأعداد الأولى فقط. ثانيا لقد سخرت مجلة آفاق صفحاتها لغاية أخرى تبدو أكثر أهمية، وهي نحت ملامح وقسمات الشخصية المبدعة والمثقفة في آن واحد. فإذا كان إعطاء وتخصيص وقت ومجال للأدب ساعد وسائل الإعلام العربية على تعزيز الذاتية الثقافية، ونفس الوظيفة تقوم بها الأجهزة الإلكترونية، نقصد بها الأجهزة الإعلامية الأخرى الإذاعة والتلفزة، وذلك بتقديم قدر كبير من الموسيقى مثلما تقدم مسرحيات حول مواضيع تقليدية، فإن للخطاب الإبداعي المغربي دوره المشع في صياغة الخصوصيات المغربية في الذات المثقفة. ولا بد من الإشارة هنا أيضا إلى الحضور القوي للوعي الإبداعي المشرقي في تأسيس وبلورة معالم هذه الذات بفعل وفود عدد مهم من المجلات الثقافية المشرقية على المغرب. ثالثا إن عناية مجلة آفاق بالخطاب الإبداعي لا تنحصر في نشر النصوص الإبداعية أو التعليق على ما نشر منها، بل تتعدى ذلك وتتجاوزه إلى قراءة الأعمال الإبداعية الصادرة في شكل مؤلفات. وقد كانت المجلة منفتحة في هذا الإطار على الإبداع العربي بشكل عام، إذ نراها تخصص ملفات تقارب الرواية مثلا عند روائي واحد كما فعلت مع نجيب محفوظ، أو داخل قطر عربي كما هو الشأن بالنسبة لقراءة الرواية الجزائرية. رابعا لا شك أن تنوع مسارات الخطاب الإبداعي واختلاف تلويناته في أعداد آفاق قد تأثر بشكل أو بآخر باختلاف التوجه العام للمجلة ولمؤسسة اتحاد كتاب المغرب، والذي كان نتيجة تعاقب المسؤولين عن إدارتها وهم على التوالي محمد عزيز الحبابي، عبد الكريم غلال، محمد برالة، أحمد ديابوري، محمد الإشعاري، وعبد الرفيع الجوهري، ولكل منهم تجربته الثقافية الخاصة وكيفية إدراكه وتصوره للخطاب الإبداعي. وختاما تجدر الإشارة إلى أن الخطاب الإبداعي عملية سبقت كما هو معلوم وجود المجلة أو غيرها من وسائل الإعلام المكتوبة وغير المكتوبة، لذا كان طبيعيا أن تولي المجلة الثقافية وجهتها نحوه وتستشرف تجلياته وتستقطب رموزه، ولم يكن ذلك بعزيز على مجلة تصدر عن هيئة ذهبت على الاحتفال بالإبداع عبر إقامة ندوات تتمحور حول قضاياه الثابتة والمتغيرة وتنظيم قراءات للأعمال الإبداعية ولقاءات وحوارات مفتوحة مع الكتاب وخلق مهرجانات ومناظرات لموازاة مع أشغال المؤتمرات وغير ذلك من مظاهر التفاعل الثقافي الذي كانت مجلة آفاق ترصدها بكامل الدقة خدمة للخطاب الإبداعي ولطبيعتها الإعلامية. فقط إشارة أخيرة وهو أن مجلة آفاق في أعدادها الأولى، يعني حينما كان يرأس أو يديرها المفكر المغربي الراحل محمد عزيز الحبابي، كانت ترفع الشعار التالي: لتكن آفاق كل الناس من أجل أفق كل إنسان، وليكن أفق أي إنسان من أجل آفاق الجميع. ومن خلال هذا الشعار طبعاً الذي له دلالات متعددة يبدو لنا تفاعل الذات المثقفة الفردية مع الذات الجمعية. فهل هذا المسعى الذي هدفت إليه آفاق سيظل محققا مع الشكل الجديد الذي عرفته في عهد عبد الرفيع الجواهري، خاصة أنه قد تغير
عنوانها من آفاق إلى إشارة. يعني أظن أن هذا سؤال ليس هذا أوان الإجابة عنه. وشكرا. شكرا للأستاذ حمد الله على مداخلته المركزة والتي ركز فيها العنصر الأساسي وهو محاولة قراءة حضور المكون الإبداعي في مسار مجلة آفاق التي يصدرها اتحاد كتاب المغرب. وقد حاول في هذه المداخلة أن يبحث في طبيعة العلاقة القائمة ما بين الخطاب الإبداعي وما بين المجلة الثقافية كقناة لإبلاغ هذا الخطاب الإبداعي إلى المتلقي. وقد حاول أن يرصد مختلف الإسهامات أو الدور الذي لعبته آفاق من ضمن مجلات أخرى في رصد التطور والنقلات التي عرفها الإبداع المغربي بشكل عام، والذي بلور ظهور أسماء جديدة وحاول أن يتفاعل مع هذه الأسماء من خلال قراءة أعمالها الإبداعية، كما حاول أن يتفاعل أيضا مع الإبداع المشرقي، كما نوه أيضا من بعض التجارب التي خاضتها المجلة فيما يخص الملفات. إذن بعد الاستماع إلى مختلف المداخلات نفتح الآن باب المناقشة لمن أراد أن إن الإشارة هي آفاق. الإشارة هذا إحياء لمبادرة كانت في اتحاد كتاب المغرب جهاد محمد بن رضا بإصدار تشرع الإشارة الخاصة بالفنون التشكيلية آنذاك بالأساس إصدار من اتحاد كتاب المغرب على عهد محمد بن رضا فيما أظن 4 أو 5 أعداد، ثم توقفت وكانت الخاصة بالفنون التشكيلية بكيفية طبعاً الحال كانت فيها مقالات أخرى، ولكن محورها المركزي هو الفنون التشكيلية. الآن يحاول اتحاد كتاب المغرب يربط الراهن بالماضي فيعيد إحياء الإشارة بشكلها الجديد. فليس هي مجلة آفاق، ما تزال آفاق هي آفاق، ولكن الإشارة هذا يعني نشرة تحولت إلى مجلة صغيرة الآن. بالنسبة للأستاذ الحميداني حقا أنك أجر حقا إن قد استحضرت التاريخ الرائع للمجلتين معا، واللافت أن المجلة غيبت أو غابت وهي في أوج عطائها، مما يثير الكثير من الأشجان. وأريد فقط أن أقدر وأعرف المعاناة والمشاكل العويصة جدا باستمرار مثل هذا المشروع العميق، ولكن أريد فقط إضاءة بعض الأشياء التي أحس أنها علاقة المجلة ببعض القطاعات المؤسسية، مثل وزارة الثقافة، الجامعة خاصة كلية الأدب فاس، كلية الأدب الأخرى، علاقتها بالمثقفين الذين لهم علاقة مباشرة وانشغال بمحتوياتها وما إلى ذلك. لأنه من الصعب جدا أن يتحمل الإنسان صدمة غياب مجلة من هذا الحجم هكذا، يعني دون أن يحدث يكون لذلك معش الأطار الذي كلية الأدب مع هل كانت تدعم المجلة بشكل أو آخر، وزارة الثقافة هل كان لها علاقة ما بهذا المشروع، وجهات أخرى يمكن نطلع على وزارة التربية الوطنية نطلع إلى آخره، أم أن البحرك كان يخوض عبابه أصحابه وترك المشروع لمصيره حتى وصل إلى مصيره، هو شيء مؤسف جدا جدا، وللأسف نحن لا نملك إلا الأسف. الأستاذ بن زيدان فقط إذا سمح لي أريد أن أعود بذاكرته إلى مقبل الاستقلال،
تفضلتم بذكر مجموعه من المجلات الخاصه بالمسرح، ولكن لا اريد ان تفوتنا الفرصه لكي نتذكر المبادره الرائعه لاحمد مدينه وقد اصدر الانوار وخاصه بالمسرح في تطوان، وهي مجله كما قال انذاك الاستاذ طريس مجله مسرح في ارض لم يكن فيه مسرح. بطبيعه الحال المسرح بشكله الاوروبي، والا فالاستاذ عبد الكريم برشيط اشار الى ان المسرح غريزه وان المغرب غني بفرجته الى اخره. بعد الشكر. شكرا استاذ محمد زهير. كلمه الان للاستاذ احمد الشرف. اشكر اشكر الجمعيه على هذه الجلسه وعلى ادارتها، واشكر كل الاخوان المتدخلين في هذه الصبيحه. في الحقيقه ليس عندي تدخل بقدر ما عندي بعض الكلمات. اعترف بانني كنت قد قاربت مجله التاسيس، على الاقل تفكيك عنوانها في سنه 87 عند صدورها خلال مقال كان قد نشر في عنوان الثقافي. واعترف انني وقفت حائرا امام تفكيك هذا العنوان التاسيس، وخلصت الى ان المقصود منه هو تاسيس خطاب مسرحي جديد. وفي هذه الجلسة أعترف بأن عملية التفكيك التي قام بها المعنيان في هذا المشروع الأستاذان بن زيدان وبرشيد قد أفادني كثيرا، خاصة في ربط العنوان التأسيس بالمؤسسة إلى غير ذلك. وأحيانا قد يكون هناك عنوان واحد يتيم ولكنه يكون مفيدا، ولذا أقول للأخ بن زيدان لا حرج عليك في أن تجيب السائل من سوريا بأنه عنوان واحد وعدد واحد. بالنسبة للصديق حميد الحميداني أريد أن أدلو بشهادة بسيطة هنا على المجلة، وهي أنني كنت أزور أصدقائي حميد الحميداني ومحمد العمري من حين لآخر في منزلهما أو في منزل أحدهما، وأجدهما محاطان بركام من الأوراق ومن التصحيح، وكنت دائما أقول لهم الله يحسن العون. وفي الحقيقة أن هذه المجلة كانت تشكل بالنسبة لهما على الخصوص إرهاقا، كما سأشير في مداخلتي المسائية أن التمأسس للمجلة يكون على كاهل فرد أو فردين. كل الوظائف التي تفترضها المجلة من سكرتارية التحرير والتحرير ورئاسة التحرير واتقاء المادة والتبويب افتتاحية إلى بما في ذلك التصحيح، والتصحيح كما تلاحظ كما من لهم تجربة في ذلك تصحيح مقيت وقاتل، وكما قال الأستاذ الحميداني فإنه يضر بالعينين ضررا كبيرا، قضية الملل والقلق الذي يحدثه. بالنسبة للأخ أحمد لطف الله، الحقيقة أثارني عنوان قراءته في تجربة مجلة آفاق، وكنت أنتظر لأن قراءة مجلة هي قراءة خطاب في رأيي. ليس من الضروري أن يكون قراءة لخطاب من داخله، لأن قراءة الخطاب من داخله فخطاب المجلة جزء لا يتجزأ من الخطاب العام الثقافي. الحديث عن الإبداع هو حديث الإبداع المغربي، والحديث عن المسرح هو حديث عن المسرح المغربي بصفة عامة. ما كنت أنتظره هو البحث في استراتيجية النشر داخل المجلة واللحظات الإبداعية التي سجلتها المجلة على مستوى تطور الإبداع، على مستوى فتح قيم جديدة للحداثة الإبداعية على صعيد المجلة، وإلى أي حد شكلت
عملية نشر في آفاق محطات جديدة للإبداع المغربي. هذا هو أعتقد المقصود من دراسة خطاب مجلاتي والنشر المادة المنشورة فيه، بل هو الذي يعطي الشرعية لوجود منبر في حد ذاته، وإلا يختلط الحبل بالنابل ويصبح كل إنسان ينشر ما يريد، وتصبح القضية لا تختلف عن الملاحق الثقافية للصحف الوطنية. بالنسبة لمجلة آفاق كما قال الصادق زهير، هي توقفت حاليا ولكن بشكل مؤقت، وعبد الرافع الجواهري لم يسجل اسمه كمدير لحتساء لهذه المجلة، لأنه لم يصدر أي عدد في عهده لصراعات داخلية داخل المكتب المركزي. أن الأخت وفاء العمراني كانت تريد أن تكون رئيسة التحرير، وربما لم يلد طلبها ووقع ما وقع، وجاءت الإشارة كما يقول في تحية العدد الأول عبد الرافع الجواهري بأنها الأخت الصغيرة لآفاق، أي ليست مجلة أكاديمية وليس لها مجلة لها ثقل، وهي خفيفة وتثير مواضيع لها وقع يومي أو لها نوع من النكهة الخاصة. وشكرا. تحية للجميع. أود فقط مع الأستاذ حميد الحميداني لو يتفضل بأن يحدثنا قليلا عن طبيعة الخلاف المعرفي الموضوعي الذي وقع بين الإخوة. ديك الساعة إذا لم تخني الذاكرة، العدد الأول والثاني من دراسات أدبية ولسانية كانت قد عقدت ندوة، كان فيها الجميع في البداية والحماس، اعتبرت تلك الندوة بمثابة بيان تأسيسي نتاع المشروع، ولكن من يقرأ تلك الندوة في ضوء ما حدث لاحقا يفهم أن الاختلافات في المرجعيات وفي التوجهات وفي فهم الأشياء كانت منذ البداية. ولذلك كنا نتابع المجلة وفجأة انتقلت من الصيغة المقتصرة على الأدب واللسانيات إلى الصيغة التي تضيف السينيائيات، وكأن الأمر حسب ما فهم في حينه أن هنالك من يعترض على إدراج السينيائيات ضمن الخط العام تاع المجلة. في كل الأحوال أتمنى أن يضيء لنا الأستاذ حميد هذا الانتقال من صغر إلى صغر من الناحية المعرفية. بالنسبة للأستاذين برشيد وزيدان، أنا لا أبرر لهما الحديث عن التأسيس في الماضي، أعتبر أن من حق القارئ أن يقرأ أعداد أخرى في المستقبل، رغم كل ما نعرف جميعا المشروع لا يزال مفتوحا، ولذلك أنا لا أحب إذا الصيغة نتاع الحديث عن المجلة في الماضي، يعني الخبز تاع الدراري إلى آخره، ولكن بالإمكان أعتقد قراءة أعداد أخرى، خاصة وأن هنالك مستجدات في الساحة الثقافية المسرحية، المهلة المسرحي ناقشوا ناس أساتذة في المسرح، كاين شروط ربما أحسن من السابق. شكرا. وسيد السيد الأستاذ الدكتور حميد الحميداني، هو لماذا لا يتم التفكير في جمع تلك الأعداد في كتاب واحد وربما الأعداد نشرها ضمن منشور لجميع المجلات التي نشرت من قبل حتى لا يتم إهدار أول المجهود الذي وضع في إنجاز تلك المجلات من جهة، ثم لا يتم أيضا تغيب المتلقي العاصر من حقه في الاطلاع على تلك المجلات مثل ما هو يحدث عادة في المشرق. ولهذا نلاحظ أن هذه المجلات إما هي منشورة في المكتبة الشعبية مثل مكتبة ليدو في فاس أو في قبة السوق أو في مكتبة السكاكين في مكناس، وهذه هذا التبعثر يسيء إلى هذا المجهود العلمي، ولهذا مجلات في هذا الحجم وعلى هذا في هذا المستوى لابد أن يعد نشرها نشر يليق
بمجالات أصحابها، بالتالي بالمواضيع التي تلوّلت ضمنها. شكرا. شكرا أستاذ خديجة. أولا أشكر سادة الأساتذة الذين ساهموا في هذه الندوة لتفعيل الحقل الثقافي، وأريد أن أتوجه بسؤال أو بملاحظة إلى السادة الأساتذة الأستاذ عبد الرحمن بن زيدان والأستاذ الكريم برشيد، خصوصا فيما يخص المجلة الثقافية المسرحية بالخصوص. وقد أشرتم على أن جميع المجلات القليلة إلى حد نادرة الموجودة المتخصصة في حقل المسرح، سواء كانت مجلة التأسيس أو خطوة أو دراما، لم تتعدى العدد الأول أو العدد الثاني، وقد نشأت في حضن الأسئلة المقلقة التي أحدثتها الساحة المسرحية خصوصا في مسرح الهوات، يعني نشأت في حضن مسرح الهوات. نعرف على أن الفصل الراهن خصوصا بالنسبة لمسرح الهوات يعاني كثيرا، وتضاعفت همومه وأسئلته المقلقة، خاصة وأن هناك عملية تهميشه إن صح التعبير أو وأده بتعويضه بمجال آخر. الدليل على ذلك مثلا مسألة تعويض الملتقيات المسرحية بظاهرة المهرجانات الجامعية، وبالإضافة كذلك إلى الكم الهزيل الذي يطال العروض المسرحية للهوات. ألا ترون على أن هذه الوضعية هذه المقلقة تستدعي منا طرح أسئلة عدة، وهذه الأسئلة يمكن لها تأسس مشروع أعداد جديدة من المجلات المسرحية التي يمكن أن نقول على أن الذي المسرح الوحيد الذي يمكن أن تتحدث عنه هو مسرح الهوات. وشكرا. شكرا سيد محمد بلادة. شكرا للإخوة في الجمعية وللأساتذة الذين تفضلوا فأفادونا كثيرا في جوانب تهم مجالات يعني أو مجلات تتعلق بمشرهم. أريد أن أتوجه إلى الجمعية يعني ربما كاستفسار أول. لدينا جمعية المجلات الثقافية بالمغرب، ولكن ما لاحظته وبناء على ما تقدمه الورقة تاع حدود المساء أن هناك حدود اهتمام بالمجلات الأدبية. في هذا الصدد أعتقد أن مشكلة المجلة في المغرب والمشكل يعني العام طالب حتى المجلات في اهتمامات متعددة، بل أبعد من هذا أن المنوال يثيرني إلى جانب معين، وأن المجلات الثقافية للمغرب يتعلق الأمر أيضا بما يروج للمغرب من مجلات تفيد علينا من بلدان أخرى، ولها يعني طابع الاستمرارية يعني لها أهميتها. فهل يمكن أن نجد مسلكا للقيام بمقارنة حول لماذا استمرارية مجلات معينة وعدم استمرارية، حتى نجد المنفذ الأساسي أو وضع الأصبع على هذا العقب، بالرغم من أن المداخلات الأخيرة قد أشارت إلى ضرورة يعني تدخلات معينة ذات طبيعة مؤسساتية من حكومة من يعني مؤسسات إلى آخره. بالنسبة للأستاذ لطف الله في تناوله لتجربة مجلة آفاق، فقط في سبيل يعني تأكيد أهمية الموضوع أيضا يمكن قول بأن ما ورد في ورقة الأستاذ لطف الله ربما لا يشمل يعني هذه التجربة، لاعتبار أن ربما إذا قارنا مجموعة التجارب التي أمامنا من خلال أصحابها يعني تجربة صال ودال الأستاذ الحميداني وتجربة التأسيس، نجد أن تجربة آفاق هي تجربة يعني متسعة وشاملة أكثر من